أنا سعيد جدا. أعتقد أنه أحلى يوم في حياته في مسيرة الرياضية. كان سنة صعبة جدا وعلينا في فترات متعددة، ولكننا لم نرمي المنديل وتمسكنا وآمنا بقدراتنا. لم أفارق ابتسامتي أبدا وهي مضاعفة بالآلاف اليوم بعد هذا الانتصار الكبير. وأعتقد أننا اجتهدنا ونحن في أصعب بطولة في العالم، وأن تفوز بهذه الطريقة في آخر رمق وفي آخر يوم. نفس الشيء حصل الموسم الماضي فعلا، رغم أننا كنا وراء البطل، ولكن كان بإمكاننا كذلك التقدم. وعندما تعول على نفسك وتكون أقدارك بين يديك يكون الأمر أفضل. حتى مثل ما قلت، إن مررنا بفترات صعبة جدا خلال الموسم، ولكننا لم نتراخى، ولدينا مجموعة ملتحمة. وحتى عندما يكون المستوى أقل يكون رائعين، وسر النجاح في ريال مدريد أو لهذا الموسم كانت تلك اللحمة وذلك الأداء الجماعي. عندما أرى كل اللاعبين سعداء ويحتفلون بهذه الطريقة أمر رائع. أنت فزت بكل شيء الموسم الماضي بثلاث ألقاب، وأعتقد أن بطولة الليغا لديها مذاق خاص فعلا. وأنت كنت معنا في هذا الموسم وهو أمر يومي، وهو ما يحفزنا طيلة الموسم ابتداء من شهر سبتمبر، ونحن نستعد من أجل الفوز بلقب الدوري. وعندما تتوج بطل أمر رائع بالفوز، اليوم تذهبون بأكثر قوة إلى كارديف، أليس كذلك؟ سنفكر بالاحتفال، لا نفكر في كارديف الآن. لدينا الوقت للاستعداد لمباراة كارديف، وعلينا أن نحتفل. نحن لعبنا كل ثلاثة أيام، وعندما تحصل على اللقب نحن صرنا أبطال، علينا أن نستمتع ونحتفل. بعد ذلك سنجد الوقت لكارديف. نتركك تحتفل.